لا روتين تاعي تبدا من هنا، هذا هو الوقت اللي نوض فيه، نوض هكاكا وقت السحور، نهبط لتحت نسحر. انا مدايره نهار بنهار، نهار ناكل فيه سالي ونهار ناكل فيه سكري. كي ناكل سالي ديما نشرشم هكا بيضات معاهم شويه فروماج، بس هذاك الكاس تاع جو ديما فيها. كي نكمل نطلع الفوق لا شومبر تاعي، ديما انا عامله بروغرام، نقرا بعد كل صلاه ولا قبل 6 صفحات. كي يدن بلوتو صلاه الفجر نصلي ونعاود نرجع نرقد حتى الصباح. ديما صباح كي نوض نحب ندير هكا اون بتيت روتين، نغسل بلو جيل نيتوايون بريفيري تاعي دو مومون تاع فارماسي، توجور تقسيوني وقتاش نستعمله. انا نستعمله كل صباح مع هاد لابغوس، نحط هكا ومن بعد نغسل بيه وجهي. كي نكمل ندير هيدراتاسيون لوجهي، انا نستعمل لا كريم هيدراتونت بعد تاع فارماسي، شريتها جديده قاعده نجرب فيها، ونفرز بيتي كيما راكم تشوفوا. وتاني نزيد نعمل هيدراتاسيون لي لافغ تاني، انا نستعمل هاد لا بيريود لو بوم لافغ هذا تاع فيجي. ومن بعد نهبط للكوزينه، جوست روتين سامبل خفيفه. هنايا كنت راح ندير دي كيش و بيتزا. انا كل مره كيفاش دي فوا انا ندير لي سالي واختي دير لي سكري، دي فوا لو كونترير انا ندير سالي وهي سكري، دي فوا انا ندير كلش دي فوا هي دير كلش. كل مره كيفاه. اليوم انا هنا داتي درت لي سالي ودرت حوايج خفاف للسهره، وهاد لي سالي او ميم طون درناهم كوم دوزيام بلا، دونك درنا زوج لي كيش ومعاهم بيتزا. العجينه ديال البيتزا درت ربع كاس زيت، زدت له كاس تاع حليب، ملعقه خميرة الخبز، ملعقه تاع سكر، بيضه واحده وملح، ومن بعد نلم بالفرينه حتى تولي عندي عجينه كيما هادي، وندلكها مليح ونخليها ترتاح. رحت باش نوجد لا كريم فرماج باش نعمر فيها هذوك لي كيش، درت زوز بيضات، زدت لهم واحده ياغورت ناتور، واحدة فخوماج هذا تاع شاف. انا ما حطيت ما كملتش يعني واحدة كاملة، خليت منها هيك طرف، بعد مع الاخر نزيدو باش يبقى لي لو كو. ونزيد لها لي زيبيز، ملح وفلفل كحل. ما نحطهاش فوق النار، جوست نخلط برك هكا ونخليها اباغ. وراح نزيد لها انا نقلي سكالوب مع شويه بصل، وهذا ما كان هذا واش راح ندير كونفارس. بديت نوجد في الكيش هنا بعد ما العجينه خليتها تخمر شويه، تحقوا في هذه العجينه زوز كيسان وربع فرينه، مغرف صغيره خميره الخبز، مغرف صغيره تاع ملح، نص كاس زيت، ونلم بالماء دافي تحتاجوا واحد نص كاس هكاكا. بعد ما خليتها تخمر رحت نقرص فيها، انا هنا نحب نخرج لوسط الدار او ميم طون هكا نشم شويه هواء ونخدم اليز. بعد انا درتهم هنا في هذوك لي مول اللي ندير فيهم لي تارتلات، درت هذوك لي مدورين ودرت لي باركيت، نحط فيهم العجينه هكا. نتقبهم باش ما يتلوليش فوق اللي يلزم. ومن بعد هنا حطيتكم هكا الطبقه الاولى نقدروا نقولوا سكالوب كنت قليته مع البصل. حبي ديري هنا سكالوب ولا ديري صدر الدجاج ولا جون داشي وش عندك، ولا تحبي حتى تحطي لها التون، المهم واش متوفر عندك. انا هنا درت سكالوب كما قلت لكم، خليته مع شويه بصل ثوم وديزيبيز، ومن بعد جبت شويه زيتون Thank you.
ونحط هذيك لا كريم فرماج اللي خدمتها. بعد نحطهم في الفرن يحمر وجربوها يا البنات، تجي بنينه وخفيفه روعه وفرات. يعني نبدلو شويه من البوراك الطول نديرو في البوراك بالفوا هكا، خلينا نديرو ديز عليه يكون خفيف وبنان. كي كملت وجدت هذيك البيتزا راح نحط لها دركا لاصوص طوماط. نحط لها شويه فرماج زيتون او طون، هذا ما كان باش تجيني هكا خفيفه، ونحطها في الفرن. توصل 45 دقيقه حنا كامل في الدار نتفرجوا يوزر سيف ولا يوسف صديق، انا ماما نتفرجوا هنا في الكوزينه كوم نقعدوا نبريباري ايتو، وميم طوم ماما توجد المسفوف ديروا معاه الزبيب والزبده باش يسحروا بيه تاع دارنا، هما يشتيوه طول في السحور. السهرة اليوم وجدت دي بانكيك، وساعات نخليهم تاني نسحر بيه من وجدها دركا، من ورا الفطور نطيبهم. في هاد لاغوسيت درت بيضة، ربع مغارف تاع زيت، ملعقة صغيرة خميرة، ملعقة فانيلا، كاس فرينة، ونص كاس حليب، ونخلط. قرب اذان المغرب، هادي هي الطابلة اللي نفطروا فيها. رحت بديت نوجد في الحوايج اللي طيبتهم هنا فوق الطابلة باسكو ما بقاش بزاف ونفطروا، وجبت هذيك البيتزا صح. وهذا هو فطورنا تاع نهار اليوم، جاري ولسالي بيتزا وليكيش. وبقات لنا ماكله من البارح، حنا كي تبقى لنا ما نعاودوش نديرو دوزيام بلا، علاش لبزاد نزيدو لها مقبلات. كي نكملو الفطور نلم الطابله، ما تصوروش قد ما شتكودني هاد لا بارتي تاع نلم الطابله. تم وين نكون نفطر نحب نروح نتفرج هذاك الفيلم المسلسل تاع نسيبتي العزيزه، وهو يجي قد مع وقت الفطور نولي غير نحب غير نزر برك باش نقعد نتفرج. لا رمضان هذا غير نتفرج في لي فيلم والمسلسلات اللي عندهم يا هو من اللي داروهم، مي انا كوم نشتيهم ويعجبوني اشاك فوا نحب نعاودهم. ولما احنا نحطوهم في لافيسيل نستعملوها غير في رمضان، ولا كي نعودو باكزومبل عارضين عرضه كبيره هيك وعندنا الماعن بزاف نحطو فيها الصحونه والمغارف والكيسان. باغ كونطخ هذوك الحوايج تقال كيما المقله والبرمه ايتو ما نحطوهمش فيها. بعد نطلع على شامبر تاعي نصلي صلاه العشاء ونروح نقرا في المصحف، ولكن هنا نقرا اكثر من 6 صفحات. هذه الفتره نخصصها للعبادات، يعني صلاه وقراءه القران. حبست نتوس شويه ومام طون هاني نوجد. قولوا لي نتوما تحت في الكومونتير واش ديروا للسحور. هو يقول لك نورمالمون السحور يكون هذيك شويه هيك صحي، مي انا كيما شفتوني ندير دي بانكيك. سينو نتوما لا كان من لو جور اللي ياكل دوزيام بلا في السحور، انا دوزيام بلا نخليه طول ال 11 كاكا على 10:30، ما نقدرش ناكل في وقت الفطور، جوست شوربه شويه بوراك ولا مقبلات هكا
وهذا مكان هنا نقدر ندير الشوكولا للي بانكيك. لي بانكيك انا نحب ندير لهم هديه شوكولا هاو ميد خير، باسكو كي ندير لهم هذيك الشوكولا تحت مي تجيني شغل ثقيله هكا. نخليكم مع معلقه زيت. لهاد الوصفه نحتاج فنجان زيت، فنجان سكر، فنجان حليب و 3 مغارف كاكاو. انا هنا طيبت دي بانكيك وراح ندهنهم بهاد الشوكولا. ما تجيكمش خلاص فيها طعم تزيد كي يكون الكاكاو مليح. انا هنا الكاكاو تاعي مليح، نسيت حتى واش لا مارك تاعو. تجيني طعمة الكاكاو هذيك روعه وفرات اون بلوس تجي خفيفه. يا بخي نروح نوجد الطابله تاع السهره. هذه هي الطابلة تاع السهرة ديال اليوم. انا واختي كل يوم واش نديرو اليوم هذا واش وجدنا. بسبوسة وكريم وسيترون دارتها اختي وقعدت من تاع البارح. لي بانكيك اللي وجدتهم، ديسير او شوكولا درنا عليه لا شونتيي كاراميليزي. حنايا كل يوم نديرو غوسيت جديده، دي فوا نديرو ديسير هكا، دي فوا نديرو تارتلات، دي فوا نديرو دي تارت. الا كانوا عندكم دي غوسيت سهلين بارطاجيوهم معنا في لي كومونتير. تاني الا كان عجبتكم لا فيديو قولوا لي رايكم لتحت في لي كومونتير، وما تنساوش تخليو جيم الا كان عجبتكم لا فيديو. نتلاقاو في فيديوهات اخرى ان شاء الله. سلام.